الدعاء ينقسم إلى قسمين. دعاء قدوة قسم هذا. دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء عبادة أو دعاء مسألة. الدعاء العبادة أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. دعاء عبادتي توجه هري وعبادتي الله نبغيري هذا شرك أكبر. صلى لغير الله. بل كذا باري منزوك. صام لغير الله. الله نبغير بل كذا رجوا. حج لغير الله. الله نبغير بل كذا باري حجوك. سجد لغير الله. الله نبغير بل كذا سجدة وكذا. شرك أكبر. شرك أكبر كذا حسابي. القسم الثاني من أقسام الدعاء. دعاء قسم ده دعاء. دعاء مسألة دعاء طلب. دعاء مسألة طلب ولا دعاء طلب. أقول لك مثلا اعطني كاسة ماء أطلب منك شيئا. لك مثلا زدر تويم تجو قلاس وبركة يا درن يوسى شغوارم. نعم هذا دعاء الطلب ينقسم إلى قسمين. ده دعاء الطلب يبقى دو قسم ده. طلب من المخلوق شيئا لا يقدر عليه إلا الله. ده مخلوقنا ده داس الشيء طلب كول جاء غبي قادرني مقر صرف الله هذا كول شيء. الشرك أكبر. ده الشرك أكبر ده. رجل يأتي إلى قبر يوصل إلى قبر لرازي يطلب منه الولد يطلب منه إنزال الغيث. ده غينا زوي غواري بچي غواري باران تغواري. صاحب القبر هذا لا يقدر عليه وهو حي فما بالنا وهو ميت. هذا شرك أكبر. ده قبر خاون تجوانده وده كاري نشو كول نشو قبر كده سنجي كي. الثاني أن أطلب من المخلوق شيئا يقدر عليه. دوام قسم هذا ديش ده مخلوق نداسي وشي طلبه كوجه هذا بقادر أو كول إيش. هذا جائز صحيح بشروط أربعة. ده جائز أو صحيح ده بسلور شرطون وسرا. أن يكون الطلب من حي لا من ميت. تدا طلب بده جوانديني مرينا بني. وأن يكون الطلب من حاضر لا من غائب. ده طلب بده حاضرني غائبنا بني. يعني لا يمكن أن أكون أنا مثلا في الهند مثلا وأنادي الولي الذي في أفريقيا. نداسي نشي كده لي مثلا تزبا هند كيما أو ولي بأفريقيا كده زورت ديزنا أواز كوما. نعم الثالث أن يكون قادر لا عاجز. يعني يكون الطلب من إنسان قادر لا عاجز. لا يمكن أن أطلب من إنسان مشلول أقول له أعطني كاسة ماء. بل داشي دغا طلبت كيكي دا إنسان بايد بخا كار بانده قادر ويداسي نشي أغا كار نشي كولي مثلا يو شل إنسان دا غين أو بغواري أبسد لدركي. الرابع نعتقد أنه سبب لا يضر ولا ينفع. دريم تكم دا اعتقاد كول بدي بانديش دا شات الزرر وفيدا نرسي. وأن الذي بيده جلب المنافع دفع المضار هو الله سبحانه وتعالى. فيدا أو نقصان دا صرف الله رب العالمين فلاس. أقول لك اعطني كاسة ماء. دريم يو قلاس وبركة. جئت بالماء الحمد لله. إن لم تأتي به أنا أتي بها ويأتي به آخر. أتعلق بالله ولا تعلق بالخلق. كرال رادك ريدير أخذي كرال نكر زبل لارش مراوابين وزما تعلق بدأ الله سرى ندب عند سرى. مثل الدعاء الاستعانة. لك دمدد غختلو دعاء كذا. أقول لك مثلا أعلني في حمل هذا الصخرة. مثال لارتوام دي قتو كتولو كزما مددوك. هل يصح هذا؟ آية دا صحيح دا؟ يصح بهذه الشروط الأربعة. دا بدي سلور ذكر شو شرطونه بعد صحيح. رجل غارق هنا في البحر. يوصل لي دلتا ببحر كي دوب شو. ويناديك أنت على الشاطئ. أوازرتا كي أو تبا سن بغاري. يقول يا فلان أغثني. يا فلان راشا مدد ميوكا. أوازرتا كي. يصح بهذه الشروط الأربعة. داهم صحيحيكي بدغي ذكر شيء وسلور شرطنه بان. جاء إليك طالب من الطلاب قال أريد أن تشفع لي حتى أقبل في الوظيفة. يو طالب رازي در توجه زما شفاعته وسفارشه كتي وظيفرته ملوشي. هل يصح؟ آية دا صحيح. يصح بهذه الشروط الأربعة. دا بدي سلور شرطنه بان صحيح. إذا اختل شرط من هذه الشروط الأربعة ينتقل الحكم من الجواز إلى الشرك والله أعلم. كشرطة يوش تدي سلور شرطنا هم بديك النو نبياد جواز لمسألة غشرك طرف تزي والله أعلم.